الفترة اللي فاتت ما قبل فيتوريا هي فترة كارلوس كيروش وبعدها الكابتن إيهاب جلال، إيه الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها ككورة في مصر ومحتاجين نساعد فيها فيتوريا الفترة اللي جاية؟ لا إحنا نصلحها عشان نساعده يعني. لا يعني نساعده، وإحنا طبعا يبقى في دعم، يعني فترة برضو مستر كروش يعني هو كان راجل بيختار أحيانا اختيارات خارج الصندوق زي ما بيقولوا، خارج التوقعات، وممكن كانت في الوقت ده مش في محلها، لان انت زي ما قلنا عايزين اللعيبه الجاهزه. كان بيعمل احيانا مثلا ما كانش بياخد مثلا طارق حامد في وقت ان المنتخب محتاج الديفندر ده، وتلاقيه يجيب لعيب يوظفه في نص الملعب، او يجي يدي مثلا لعيبه ما لعبتش منتخب او دولي قبل كده. فكان ده اعتقد هي دي الفتره اللي كان فيها انتقاد، انه ما كانش بياخد مثلا قفشه في وقت كان هو فايق فيه ومحمد شريف، كانت اللي هي دي بس النقطه اللي كان. وفي الاول كان في اختلاف على اللعيبه اللي بياخدها، لكن في الاخر لقى دعم كامل، بالذات في امم افريقيا لقى دعم الاعلام ولقى دعم كل الرياضيين. هو ليه شخصيه، وانا بحب المدرب ليه شخصيه ويتمسك بقراره. لكن هو في فتره كروش يعني ما كانش يعني الحته اللي يعني من وجهه نظر اللي كانت ناقصاه، هو ما كانش هجومي، ما كانش جريء شويه يعني. وانا ما بحبش المدرب اللي هو ليه اسلوب واحد، يبقى بيدافع كويس بس. في مدربين بتقف بس بتدافع وبتلعب على لعبه واحده، ما بيبقاش طموح النادي ده او المنتخب ده كتير، ما بيوصلوش لبعيد. لكن لازم تبقى بتجيد الدفاع، ولازم تكون بتجيد ان انت تضغط نص ملعبك، ولازم تكون بتجيد النقل الهجمه، او بتخلق مساحات للعيبتك، او بتخلق لهم فرص من خلال التكتيك بتاعك والاسلوب. هو كان ناقصه الحته دي. عايز اقول لك انه روي فيتوريا عشان ما تتفاجئش شبه شويه كارلوس كيروش في اسلوب اللعب. هو راجل يفكر اولا في الدفاع جدا. حجم بقى تطوير الهجوم بالنسبه لمنتخب مصر هيختلف عن كارلوس كيروش ولا ما اعرفش، بس هو راجل دايما هو يعني يصنف انه مدرب ميال للدفاع. واي نعم بيب جوارديولا كتب عنه في كتابه، كتب عن فيتوريا في كتابه، وقال لك انه انتوا بتقولوا عليه مدرب دفاعي، هو بيعرف يدافع بس هو مش دفاعي، يعني بيعرف يدافع، يعرف يقفل على مفاتيح اللعب بشكل كويس، بس هو مش مدرب دفاعي. فهو دايما ده فكره كمان فيتوريا. لا ما بص انا هقول لك حاجه، انت النهارده الفرق اللي عايز تكسب بطوله رقم واحد تكون مدافع كويس، صح. مش بتهاجم كويس، صح. لازم تكون بتدافع كويس، صح. ودي لو عملت دي فانت عملت حوالي 60% من شغلك في الملعب. المهم ما تسيبش ال 40. ايوه، ما تبقاش ال 60 بس معتمد عليهم، لا. ساعه وانت بتدافع كويس يبقى بتعرف تطلع ازاي، بتعرف تطلع مين اللعيبه اللي بتطلع، بتشتغل على مين، عندك حلول واحد واثنين وثلاثه، عندك حلول على الجناب، عندك حلول من العمق، عندك حلول في كور، بعض الكور الطوليه للعيبه صراع، يعني في اساليب معينه للهجوم. لما تبقى بتجيد ده وده بتبقى لعيب في حته، بتبقى مدرب في حته تانية. صحيح. احنا نتمنى ان احنا نشوف منتخب بتاعنا بيجيد الاثنين، عشان انت في القاره بتاعتك لا انت اسمك كبير. صحيح. فانت لازم تكون بتعرف تجيد الدفاع وبتجيد الهجوم. لكن تشتغل على حاجه واحده هتبقى عندك اخطاء في التانية، هتلاقي نفسك في ماتشات بتخسر 1-0 وانت جات لك مش قادر توصل بفرص، ما عندكش فرص كتير. ده يعني المدرب لازم يكون بيعرف يشتغل على كله. ما بحبش المدرب اللي هو يصنف اللي هو دفاعيا بس. لازم يكون بيدافع كويس، لازم يكون عنده بيعرف عنده لعيبه تستحوذ على الكره في نص الملعب وتخلق فرص، صح. عنده اللعيبه اللي عندها حلول فرديه وحلول جماعيه، الحلول الجماعيه قبل الفرديه. يبقى الاساس في الفريق لو صح هيخش اي لعيب يجيد فيه، صح. ده يمكن مستر كروش. طبعا كابتن إياب جلال يعني الراجل للامانه يعني اتظلم، ظلم جامد جدا، ويعني الاسلوب اللي دخل بيه وخرج بيه من المنتخب ما كانش حلو، صح. لا اي مدرب يقبله، ولا احنا كمدربين نقبله، ولا اي حد يعني في المجال يعني، صح. هي صفحه واتقفلت، وكلنا متفقين ان اللي حصل مع كابتن إياب جلال كان ظلم، لي ظلم واضح، بغض النظر انه انت قلت كاتحاد كوره اخترت صح ولا غلط، بس انت اخترته خلاص. مفيش مدرب في العالم في الكون في التاريخ يقعد 3 ماتشات ويتحاسب يعني. لا طبعا صعبه صعبه. وبعدين انا لسه انت حاسبته على خطاك، انت شايف انك اخطات اداريا ان انت اخترته فحاسبته على هذا الاساس، هو ملوش ذنب. لا لا لا، وهو مدرب كبير طبعا، مدرب محترم. وبعدين عايز اقول لك حاجه برضو، المنظومه في مصر او المجال في مصر مش هينجح منتخب مصر الا ما يبقى عندك صف من مدربين مصريين 100%. انت نجاحاتك كلها كتاريخك كله مع مدربين مصريين. لا وبلاش بلاش المنتخب نفسه، ما
هو الدوري اللي هو اغلبيته مدربين مصريين هم اللي بيفرزوا لاعبين او بيطوروا لاعبين عشان يروحوا المنتخب مصر. فانت لو المدربين اللي عندك مش كويسين مش هتلاقي لعيبه كمان موجوده في منتخب مصر. وارجو ان برضو الاختيارات او ان انت عايز تعمل مدربين مصريين برضو تتبني على يعني على على علم على اسس على اسلوب مدرب على طريقته على الفرق اللي مسكها بيعمل بيها ايه يعني ما يبقاش برضو فيها يعني احيانا بيبقى في بعض الشو على بعض الناس. انا بقولها لك بامانه وانا اسف ان انا اقول الكلام ده بلاش يبقى على حساب يعني على حساب بلدنا يعني على حساب منتخب مصر. يا ريت في مدربين كلهم كويسين بس نبقى بنختار الاختيار الصح نختار المدرب اللي عنده خبرات اللي هو يعرف يعرف يساعد المدير الفني كمان ايه ويعرف يساعد المدير الفني بقى انت يا برضو يعني في حاجات تبص تلاقي احيانا الاختيارات ما يعني ضيقه جدا على بعض المدربين وكلهم يعني زمايلنا بس يعني انا اسف ان انا اقول كده ما انت ليه هم نفس المجموعه اللي انت بتتكلم فيهم ليه ما انت كنت بتتكلم على المجالس اللي قبل كده ان هي برضو حاطه مجموعه مدربين ما بيتحركوش هنبدا نعمل كده تاني طب ما تدي المدربين اللي عندهم خبرات صحيح. انا مش بتكلم انا بتكلم عامه انا فاهم يعني ما تديش ما تحاولش تفخم في حد هو ما وقفش على الخط قبل كده مدير فني وتدي له وتقول له انا عايز اعمل واعمل له وهو هيمسك هنا وهنا وهنا طب الراجل اللي وقف على الخط ده 500 ماتش و300 ماتش ودار نادي واثنين وثلاثه كراجل اول انت بتفكرش فيه بتفكر احيانا في مدربين لسه ما يعني ما خدوش التجربه ان هم يبقوا مديرين فنيين وبتحطهم طبعا ده مش تقليل في مدربين ينفع يشتغلوا مساعدين انت فاهم قصدي يا كريم انا طبعا. مش عايز يعني انا فاهم كويس يعني انا فاهم كويس يعني تبقى الامور يعني ايه بشفافيه عايزين وانا شايف ان احنا مصر الدنيا بتتغير للاحسن وحط لا انا دايما اقول لنفسي ايه مجموعه جنبك مجموعه بعيده عنك مجموعه خلاف حط معايير قول مثلا بالزبط. عايز في المدرب اللي هيجي المنتخب مصر مساعد مثلا يبقى عنده 1 2 3 4 وعلى اساس 1 2 3 4 يعني واحد دي كريم ياخد فيها 10 من 10 الكابتن احمد ياخد فيها 8 من 10 المعيار الثاني كابتن احمد وبعد كده جمع المعايير ديت وخلاص يبقى هو ده بمعايير بس. لا هي بقى حب ولا كره ولا زعل ولا اي حاجه لا ولا زعل ايه ده منتخب مصر لا أنا أقصد يا كريم انا اقصد من غير انطباعات يعني انا معاك على فكره انا بعيد يعني انا بعيد كلامك جدا ما تختارش ابدا بانطباعات ما تختارش بتقول انه ده انا بحبه او ده كويس ما فيش اسمها كويس وخلاص كويس على لا كلهم ناس محترمه ومدربين وهيبقوا مدربين كبار صح. بس يعني ايه ما تحجبش الموضوع عن ناس طبعا. تستاهل ان هي تبقى موجوده طبعا. وتحاول تقرب ناس لسه قدامها المشوار ما بداتش فيه لا وممكن يكونوا دول بالمعايير اللي انت هتحطها بس الاول حط معايير بالزبط. يعني بالمعايير اللي انت هتحطها ممكن تقول خده. انا عايز واحد لو هو اللي يستحق خده بس يكون بالمعايير. عنده الخبرات للفريق طبعا. الاول انت النهارده هتجيب مدرب اجنبي هيقف على الخط مدرب عالمي ومدرب مسج فلازم الراجل اللي يساعد المساعد ليه يكون عنده خبرات كبيره عنده خبرات فنيه كبيره عنده وقف على الخط صحيح. خاض التجربه اتعامل مع لعيبه وهو الراجل الاول لكن ما تجيبش يعني ما تجيبش يعني اللي لسه ما عندوش التجارب وانت عايز تخليه انا اسف ان بقول الكلام ده بس يعني احنا بنقوله دايما الناس كلها بتقوله بره بس احيانا الناس في حلوه الفضفضه حلوه الفضفضه